أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية لوقائع الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي يعقد بالأردن بمشاركة عدد من دول الجوار العراقي وكذلك الدول الصديقة. ويشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لأعمال مؤتمر العراق، وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم مصر الدائم لعودة العراق الشقيق لدوره الفعال والمتوازن على المستوى الإقليمي، وكذلك الحرص على ضمان أمن واستقرار العراق. هذا المؤتمر في دورته الثانية يسعى إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس من العام الماضي عام 2021. وبذلك من خلال مناقشة يأدو في المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة. وأيضا يسعى بغداد 2 إلى تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أوضح أن الزيارة، زيارة السيد الرئيس أيضا لخلال أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد، سوف تشهد عددا من اللقاءات الثنائية الهامة للسيد الرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها لقاء مع شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. هذا اللقاء يهدف إلى التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع البلدين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما، وكذلك مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. أيضا سيشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية مع كل من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي، وتهدف هذه القمة الثلاثية إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء. ونتابع مع حضراتكم الدقائق التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ويتوالى منذ الصباح وصول الزعماء والرؤساء المشاركين في هذا المؤتمر الهام. ويستضيف الأردن النسخة الثانية لمؤتمر بغداد بمشاركة عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية. ويتنعقد النسخة الثانية للمؤتمر تأكيدا على مواصلة ما اتفق عليه المشاركون في النسخة الأولى لقمة بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021 بشأن أهمية مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
التعاون والشراكة مفردتان ترتبطان بمؤتمر بغداد الذي يستضيف الأردن نسخته الثانية. فمن أجل التعاون والتفاهم والتنسيق استضافت أرض العراق النسخة الأولى من هذا المؤتمر، وذلك في 28 من أغسطس من عام 2021. ومن أجل تأكيد الشراكة وحسن الجوار يستضيف الأردن النسخة الثانية للمؤتمر بمنطقة البحر الميت. كان الحضور خلال مؤتمر بغداد واحد لافتا ومميزا، حضور إقليمي ودولي بارز، حيث شاركت 9 دول عربية وأجنبية بمستويات تمثيل رفيعة، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية. وقد اتفق المشاركون في النسخة الأولى للمؤتمر على أهمية مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وحمل البيان الختامي لمؤتمر بغداد واحد دعوة للتعامل مع تحديات المنطقة على أساس التعاون والمصالح المتبادلة وحسن الجوار، آلية إقليمية ودولية تتخذ من العراق عنوانا رئيسيا في إطار السعي الحثيث لتأكيد إدماج بلاد الرافدين في المحيطين العربي والإقليمي وإطلاق آفاق التعاون بينه وبين جيرانه وأصدقائه عبر المستويات الأمنية والاقتصادية إلى مساحات أرحب. توفر آلية قمم بغداد أيضا مساحات للحوار وتبادل وجهات النظر المختلفة بين الدول المشاركة، سعيا للوقوف على أرضية مشتركة إزاء قضايا سيادة ووحدة الدول واحترام ترابها الوطني، فضلا عن كيفية التصدي للتهديدات التي تحدق بالمنطقة وفي صدارتها مكافحة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها. إن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعكس الحرص المتبادل من العراق والدول الشقيقة والصديقة على استمرار هذه الآلية وتحقيق المكاسب التي تستهدف في مقامها الأول إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة وبلدانها كافة. ونذهب مباشرة إلى الأردن والبحر الميت، حيث انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وينضم إلينا من هناك موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد، بعد التحية، يعني ضعنا في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر ووصول القادة والزعماء المشاركين في هذا المؤتمر الهام. يعني محمد، أتحدث إليك من داخل قاعة الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، هذه القاعة التي تنعقد فيها قمة بغداد للتعاون والشراكة. بالفعل كما تحدثت أنت منذ قليل، بدأ توافد القادة والزعماء، وربما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل منذ ساعة تقريبا إلى مطار الملكة علياء، وأتى إلى هنا بالبحر الميت للمشاركة في هذه القمة. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في هذه القمة للمرة الثانية، سواء كان في النسخة الأولى التي انعقدت في أغسطس من العام الماضي أو النسخة الثانية التي نحن بصددها اليوم، يأتي من حرص القاهرة على عودة العراق مرة أخرى إلى دورها الفاعل ودورها الريادي في المنطقة ككل. نتحدث عن قمة تواجه تحديات كثيرة، تحديات ربما لا تواجهها العراق فقط بل يواجهها العالم ككل نظرا للأزمات الاقتصادية المتلاحقة. نتحدث أيضا عن أزمة الدواء، نتحدث عن أزمة الطاقة، كل هذه ملفات سوف تناقش وتوضع على طاولة النقاش ما بين القادة والزعماء. أيضا هناك حضور دولي في هذه القمة لفرنسا، ممثل في شخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضا من بين الحضور في المنظمات العربية والدولية. نتحدث عن حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وأيضا الأمين العام لمنظمة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي. نتحدث عن حضور مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وهناك تمثيل من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ربما حضورها يعني دلالة على أن ملف اللاجئين وتحديدا في سوريا سوف يكون على طاولة نقاش هذه القمة. نحن أمام
تقريبا ساعة وتبدأ هذه القمة في شكلها الرسمي بكلمة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ثم كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وكلمة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ثم باقي القادة وبالطبع منهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم ترفع هذه الجلسة المعلنة وينعقد بعدها جلسة أخرى مغلقة. أما فيما يخص اللقاءات الثنائية والثلاثية وجدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في الأردن وبالتحديد في البحر الميت، فهناك لقاء ثنائي سوف يحدث بعد ذلك مع ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ثم وهذا الإطار يأتي يعني في إطار الروابط الوثيقة والقوية ما بين البلدين والتشاور في كافة المجالات. أيضا هناك لقاء ثلاثي سوف يحدث مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. هذه القمة الثلاثية سوف يتم من خلالها بحث الروابط والأواصر ما بين الدول الثلاثة الأشقاء، وكما نعلم أن هناك مجلس تعاون مشترك كان في 2019 تم تدشينه ما بين الدول الثلاثة، تم على إثره توقيع عدد من الاتفاقات فيما يخص الطاقة وأيضا اتفاقيات الصناعة والتجارة والاستثمار حول مشاريع الطاقة والصناعة تحديدا، والربط الكهربائي ما بين مصر والعراق والأردن تحديدا. سوف تكون هذه الموضوعات بالطبع محل نقاش في هذه القمة الثلاثية ما بين الزعماء الأشقاء الثلاثة ما بعد انعقاد قمة بغداد للتعاون والشراكة. كما ذكرت هناك تحديات كثيرة تواجه العراق وتواجه أيضا حدود العراق الملتهبة، لكن ربما الرابط أو القاسم المشترك لكل هذه الدول اقتصاديا هو إعادة إعمار العراق مرة أخرى كي يكون العراق مزدهر وكي يكون العراق فاعل في محيطه الإقليمي. ملف إعادة إعمار العراق ربما هو ما يتصدر هذه القمة فيما يخص الشق الاقتصادي. أيضا هناك ملفات أمنية فيما يخص مكافحة الإرهاب الذي تصدت له العراق، وكان آخر ما تم تحريره مدينة الموصل منذ سنوات، وهي هي الآن يعني تحاول إعادة إعمارها مرة أخرى من خلال يعني تلاؤم دول الجوار تحديدا محمد. فهذه القمة تأتي تأكيدا على دعم العراق وسيادته واستقراره وأمنه أيضا، وهذه التحديات تتطلب حوار مع العراق ودول الجوار من أجل شراكات اقتصادية ومن أجل شراكات جديدة إقليمية ودولية. إليك مرة أخرى محمد. أحمد، يعني فيما يتعلق بالقمة الثنائية وأيضا القمة الثلاثية، كيف ينظر إلى الدعم المصري للعراق والتعاون المصري الأردني في هذا الأمر فيما يتعلق بدعم استقرار وأمن العراق؟ نعم محمد، يعني حينما تواجه العراق تحديدا ونتابع مع حضراتكم الملك العهد الأردني وولي العهد يستقبلان الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية. هناك مشاركة هامة من جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية تشارك في هذه الدورة، ونتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية من البحر الميت بالأردن لاستقبال العهد الأردني وولي العهد للوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
ونتابع مع حضرتكم وصول الوفد السعودي والذي رأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مؤتمر المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وبالتأكيد استقبال العاهل الأردني وولي العهد للوفد السعودي المشارك في المؤتمر. ونتابع الآن وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، واستقبال العاهل الأردني وولي العهد للسيد أحمد أبو الغيط. Thank you.
ونتابع مع حضراتكم وصول الوفود وزعماء والرؤساء المشاركين في وقائع الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. هذا المؤتمر ستشارك فيه للمرة الأولى دولتان عربيتان هما البحرين وسلطنة عمان، وأيضا ستشارك عدد من الدول التي شاركت في النسخة الأولى من مؤتمر بغداد، منها الإمارات ومصر والسعودية وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه أو القمة الهامة الخاصة ببغداد. ونتابع في الصورة وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحضور وقائع الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بمنطقة البحر الميت بعمان، واستقبال العاهل الأردني وولي العهد للسيد الرئيس الذي يشارك في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن، بالتأكيد على المستوى الإقليمي وكذلك الحرص على ضمان أمن واستقرار العراق. المؤتمر يسعى إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021 من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة. وكنا قد ذكرنا ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تشهد عدد من اللقاءات الثنائية الهامة مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيه لقاء مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع مصر والأردن. ونتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية من الأردن، الصورة التذكارية المجمعة للزعماء والرؤساء المشاركين في قمة أو المؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ونتابع في الصورة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب العهد الأردني وكذلك الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي. وهذه هي اللحظات الأخيرة لاستعدادا لانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. We'll be right back.
كنا نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية من البحر الميت بالأردن، استعدادا لانطلاق الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وصل منذ قليل إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بالبحر الميت، وكان في استقبال سيادته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك ولي العهد. وتم التقاط صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في المؤتمر الذي يهدف إلى دعم العراق في مرحلة دقيقة من التعافي السياسي والاقتصادي. ونتابع مع حضرتكم. أصحاب الفخامة والسمو والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثانية الأردن، وأن أعبر لكم عن اعتزازي والشعب المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي يعكس المكانة الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة للأردن. ولا بد لي من أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة الأخ محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما قدم من التعاون والدعم لعقد هذا المؤتمر المهم بنسخته الثانية. Monsieur le Président, mes amis, nous avons le plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui à cette importante conférence qui reflète le rôle clé de l'Irak dans la région et notre détermination collective à travailler avec le gouvernement et le peuple irakien pour une région et intégrée. Je voudrais également remercier la France et le président Macron pour son dévouement à promouvoir la paix et la coopération dans cette région et au-delà. الإخوة والأصدقاء الأعزاء، يمثل اجتماعنا فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي، وإعادة التأكيد على دعمنا لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته. كما يمثل هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على الدور المحوري للعراق بالنسبة للمنطقة ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي. ينعقد اجتماعنا اليوم في وقت تواجه فيه المنطقة الأزمات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى تحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي، وضرورة تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي. الإخوة والأصدقاء الأعزاء، نؤمن نحن في الأردن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وأن مواجهة تحدياتنا المشتركة تستدعي عملاً جماعياً تلمس شعوبنا آثاره الإيجابية. وهنا لا بد لي من الإشارة إلى مشاريع التعاون بين الأردن والعراق، بالإضافة إلى الأشقاء العرب، سواء في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو النقل، والتي تعززت من خلال آلية التعاون الثلاثي بيننا في الأردن والأشقاء في مصر والعراق.
ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا، لكننا نؤمن أيضا أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره ركنا أساسيا في منطقتنا، ونتطلع لمواصلة العمل معكم لتعميق شراكاتنا خدمة لشعوبنا. I welcome you all again to Jordan and look forward to working with you to translate the outcomes of the أخرى في الأردن، وأتطلع قدما لنتائج هذا لإقامة شراكات قوية وعملية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلم الآن لدولة الأخ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعرب نيابة عن العراق وشعبه عن التقدير العالي للأشقاء والأصدقاء الذين تواجدوا هنا للمشاركة ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية. وأشكر أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والمملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها المضيافة وشعبها الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وجودة تنظيم هذا المؤتمر. نجتمع اليوم في عمان والأمل يحدونا بالمضي نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلف المجالات وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق وإرساء قواعد الاستقرار والرخاء والتنمية في المنطقة، ويفتح المجال واسعاً أمام سبل الحوار والنقاش لتبادل الآراء وتعميق المفاهيم، إذ إن فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافي والإقليمي إضافة إلى الدول الصديقة. تتبنى حكومتنا نهجاً منفتحاً يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة، بما في ذلك إنشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الإقليمي. ونرى أن الأولوية الآن تكمن في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البنى التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعزز وتقوي روابط الأخوة والصداقة بين دولنا وشعوبنا. إننا نسعى للعمل معاً للتحول إلى دول مصنعة من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة تستفيد من نقاط القوة والمنافسة لكل دولة، وتعزز من قدرتنا الصناعية المشتركة، وتربط سلاسل القيمة المضافة لكل منا ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وإطلاق المشاريع العملاقة في شتى القطاعات كالنفط والغاز والزراعة والصحة والتعليم والسياحة. ومن الضروري أيضاً التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا، بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال تنمية القطاع الخاص المنتج وتحسين ظروف العمل فيه وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين. وعلى الصعيد الداخلي، فإننا وضعنا مكافحة الفساد المالي والإداري في صلب أولوياتنا، وقد بدأنا عملياً حملة مكافحة الفساد بدءاً من أعلى المستويات، ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة
وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محل إقامة لهم. وتعمل حكومتنا بجد على تحسين البيئة الاستثمارية في العراق من حيث التشريعات والإجراءات والضمانات لتمكين المستثمرين من دخول أسواقنا والإفادة من الفرص الكبيرة فيها. إن البيئة الاستثمارية الملائمة بحاجة إلى استتباب الأمن، وقد حققنا الاستقرار الأمني في العراق بعد الانتصارات الكبيرة على فلول الإرهاب والجماعات التكفيرية. ولا يفوتني هنا أن أقف إجلالاً للدماء الزكية والتضحيات التي بذلتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة دفاعاً عن النفس والمنطقة والعالم، وأن أشكر كل من وقف معنا حتى تحقق نصرنا الكبير. ولا بد لنا جميعاً من مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكر المتطرف بجميع أشكاله، ووضع آليات وبرامج حقيقية لفضح النوايا الخبيثة للإرهابيين الذين يجندون الشباب بأفكارهم الهدامة المدمرة لشعوبنا ودولنا ومنطقتنا والعالم أجمع. فالإرهاب لا يقف عند حد. إخواني وأخواتي وأصدقائي، إن العراق يواجه تهديداً وجودياً بسبب شح المياه، وإننا عازمون على العمل الجاد مع جيراننا في الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان أمننا المائي والتوصل إلى أفضل السبل للإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود ووصول حصتنا المائية وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية، وبما يساعد على دعم التعاون وتحقيق التنمية والاستقرار. بالتوازي مع ذلك، فإننا بدأنا بأخذ الخطوات العملية لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة وإيقاف هدر المياه في الخزن والزراعة. إننا نعتبر التلوث البيئي في الهواء والمياه والتربة من أهم المخاطر على مستقبل شعبنا، خصوصاً في المناطق الجنوبية. وقد بدأنا العمل الجاد لمعالجة حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية، وندعو الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال لأجل تحويل استخدام هذا المصدر المهم للطاقة لأغراض توليد الكهرباء، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في استعمال الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط ولتقليل انبعاث الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري. أعزائي، نرى أن سلسلة المؤتمرات هذه هي بمثابة نافذة معززة لجهود توسيع التعاون الإقليمي، ومن هذا المنطلق ولرغبة العراق بالوصول إلى أقصى درجات التفاهم والتنسيق حول دعم عجلة التطوير والتنمية في المنطقة وإقامة أفضل الروابط والصلات مع دولها، نؤكد أن العراق متمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد، وينشد سياسة التهدئة وخفض التوترات، وفي ذات الوقت يرفض التدخل بشؤونه الداخلية ومس سيادته أو الاعتداء على أراضيه. ولا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حل الخلاف أو الاختلاف، ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضد العراق. بنفس الوقت، لا نقبل أن ينطلق أي تهديد من العراق ضد أي دولة من دول الجوار أو المنطقة. واجبنا أن نعتمد الحوار والتفاهم لحل مشاكلنا، ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو إقامة الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا التي تسهم في تعزيز أخوتنا المستندة إلى عوامل التأريخ والجغرافيا والثقافة، وتؤسس للاستقرار والازدهار في المنطقة. لذلك يسعى العراق لأن يكون راعياً للتواصل والتحاور كسبيل أساس لحل الخلافات، ونشكر الحضور على دعمهم لجهود العراق في هذا المجال بهدف تهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وعززت من جهوده الدبلوماسية
في نزع فتيل الأزمات في المنطقة. ختاماً، نجدد التأكيد على الأهمية التي نوليها لمؤتمرنا هذا للخروج بالنتائج المرجوة التي تعزز الفرص والتطلعات نحو تعميق أواصر العمل الإقليمي والدولي المشترك، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في منطقتنا، والمضي قدماً بتنشيط آليات التعاون والشراكة بين دولنا وشعوبنا وتعميقها وتعزيزها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً دولة الرئيس. maintenant je donne la parole à son excellence le président Emmanuel Macron. أعطي الكلمة الآن للرئيس إيمانويل ماكرون. شكراً لكم صاحب الجلالة أيها الصديق العزيز، صاحب الجلالة، صحاب السمو، السيدات والسادة، رؤساء الدول والحكومات، الوزراء، السفراء، السيدات والسادة. بدء أشكر صاحب الجلالة صديقي عاهل المملكة الأردنية الذي شرفنا باستضافة هذه القمة. إن المملكة إنما تبقى بذلك وفية لتقاليدها وتبقى طرفا أساسيا في الحوار الإقليمي الضروري أكثر من أي وقت مضى. شكرا لكم صاحب الجلالة على الثبات و روح الحوار والالتزام التي تتميزون بها. أود كذلك أن أشكر رئيس وزراء جمهورية العراق السيد محمد شياع السوداني الذي نظمنا معه هذا المؤتمر، والذي قال لنا بوضوح للتو ما يريده لبلده. وإنما نبقى أوفياء للوعد الذي قدمناه السنة الماضية في بغداد أن نجتمع مرة أخرى لنجدد التزامنا لمصلحة العراق وأمنه واستقراره واحترام سيادته ورخاء شعبه. هذه المهمة هي قبل كل شيء مهمة السلطات العراقية، ولكن ليس وحدها. جيران العراق، أو إن العراق اليوم هو مسرحا لتأثيرات وانتهاكات وزعزعة استقرار تؤثر على المنطقة، وبالتالي أهمية أن نعقد هذا المؤتمر بهذه التشكيلة وأن تجتمع حول الطاولة في هذه القاعة كل الدول والأمم التي يمكنها أن تساهم في تعزيز سيادة العراق وبالتالي أمن واستقرار المنطقة بأكملها. هذه المنطقة هي في قلب تاريخ البشرية، والكثير من حلول وتوترات الجيوسياسية في السنوات الماضية، الشهور الماضية بيّنت، والشهور المقبلة ستبين كما أن هذه المنطقة هي في قلب التحديات الكبرى. ويكفي أن ننظر إلى ما يحصل، هل أتجرأ على ذكر ذلك، ولكن انتهينا لتونا من كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في دولة العربية في قطر، وأهنئ قطر على تنظيمها. منذ بضعة أسابيع انتهى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية كان في مصر، وأهنئ صديقي الرئيس السيسي الذي تمكن من جمع العالم ومن حل بعض المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالأضرار والخسائر، وهذه كانت مسألة أساسية. والمؤتمر المقبل للأطراف لمكافحة التغيرات المناخية سينعقد في الإمارات العربية المتحدة، وهذا يبين كم أن هذه المنطقة تصبح مركز ثقل دبلوماسي إضافة إلى مؤتمر اليوم. ولكن هذه المنطقة بالرغم من كل ذلك لا تزال تعاني من جمود وانقسامات، ونحن نرى ذلك أيضا في التدخلات والمشاكل الأمنية. ولا شك في أن العراق نظرا لما حصل في العقود الماضية هو من أول الضحايا في عملية زعزعة الاستقرار. هذه ذكرت كل هذه الأحداث الدبلوماسية الدولية إن كانت رياضية أو مناخية أو دبلوماسية بحتة، لأبين أن هذه المنطقة لها أو تمتلك كل ما تحتاجه لكي تذهب أبعد في المشاركة في الأجندة العالمية. ولكن يتعين علينا أن نتجاوز ونتخطى انقسامات الآنية التي نراها. لماذا فرنسا؟ أعتقد أنه من الناحية الجغرافية فرنسا لا تنتمي لهذه المنطقة، وهذا أمر واقع، ولن أحاول أن أدافع عن النظرية المعاكسة. ولكن بحكم تاريخنا وعملنا الدبلوماسي والعمل الذي قمنا به في السنوات الماضية، أود أن أؤكد لكم على حرص فرنسا على استقرار وأمن هذه المنطقة، والعمل بكل صدق وأمانة مع كل واحد منكم لكي لا تكون هناك أصوات تملي دروسا من الخارج ولا تفرض أمورا، ولكن عملا عمل حقا
حقاً صادق من أجل استقرار العالم، لأني مقتنع اقتناعاً عميقاً بأن أمننا هو يتعلق له علاقة بأمنكم، واستقرارنا له علاقة باستقراركم، وأن منطقتكم لها تأثير على حوض المتوسط وما يتجاوز ذلك من منطقة جغرافية. وبالتالي أنا إلى جانبكم اليوم لأحاول أن ألزم المجتمع الدولي أكثر من أجل الإمكانات والموارد التي سوف نتبناها اليوم في هذا المؤتمر. صاحب الجلالة الملك ورئيس وزراء العراق ذكر أمورا كثيرة يجب أن تشكل إطارا لنقاشنا. هناك أولا الموضوع الأمن في هذا في السياق الحالي. نرى أن الأمن قد تدهور في السنة الأخيرة لأن الحرب عادت إلى أراضي أوروبا مع اجتياح روسيا لأوكرانيا، وهذا أدى إلى انقسامات جيوسياسية وإلى توترات كثيرة، وكان له انعكاسات مباشرة على هيكلية تحالفات عديدة على الساحة الدولية، وكذلك أثار مباشرة وغير مباشرة على الطاقة والغذاء، وبالتالي قدرة دول المنطقة ودول أخرى على تحسين مستوى معيشة شعوبها. أعتقد أن ما يحصل منذ 24 فبراير الماضي، أي عدوان الروسي على أوكرانيا ونتائج ذلك، تعطي أهمية متزايدة للأجندة الأمنية والاستقرار التي تبنيناها في مؤتمر بغداد العام الماضي. فلا بد، إذا أردنا ضمان سيادة العراق، لا بد من أن نحل مشاكل الأمنية للعراق ولجيرانه، ودولة رئيس الوزراء قال ذلك بكل وضوح، وأن نتمكن أيضا من تبادل الآراء ووجهات النظر، وأن تكون عندنا أجندة سنعود إليها لاحقا اليوم حول الاستحقاقات العالمية الكبرى، وكذلك المنطقة السورية لبنان، وأحيانا نفس الأطراف معنية وضالعة ونفس التأثيرات متداخلة. وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك أجندة للتعاون عن طريق تبادل صريح وصادق بين الأطراف. النقطة الثانية هي المسألة الاقتصادية، وأضع في هذه النقطة القدرة على إعادة إصلاح وبناء نظم الصحة والتعليم في هذه المنطقة، وكذلك مكافحة الفساد ولخلق فرص عمل للشباب وبناء المناطق الصناعية المشتركة. هذه الأجندة يجب أن نتبناها معا عن طريق المساعدات الثنائية، وكذلك تحسين نظم التبادل التجاري الإقليمي. كيف لنا أن نساعدكم لإنجاح تنفيذ بنود هذه الأجندة الضرورية لسيادة واستقرار العراق، وأن نعمل معا من أجل ذلك. ولأكمل هذه النقاط أو شيء يصب في هذا الاتجاه، يتعين علينا أن نعزز كذلك الاستثمارات لمصلحة تسهيل تنقل الأفراد. فرنسا والاتحاد الأوروبي يشاركان بذلك وسيستمرون في المساهمة، وفي هذا الموضوع يمكن أن نفعل أكثر في إطار التعاون من أجل التكوين عفوا في الاختصاصات التقنية والصناعية والتعليم العالي وتنقل الشباب بين الدول إلى آخره. البند الثالث هو البنى التحتية، وهذا موضوع متناسق تماما مع الأجندة البيئية، أي بناء بنى تحتية مدنية في مجال المياه والكهرباء أو الطاقة بشكل عام، تسمح بتعزيز الدعم للعراق ولكن أيضا للمنطقة بأكملها. وأود هنا أن أعبر لكم عن دعمنا لمشاريع الربط في مجال الطاقة بين دول المنطقة، ومثلا مشروعكم مع الأردن جيد جدا، وأيضا مشاريع الطاقات المتجددة، ونود أن نعزز ذلك مع إنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا المشروع سوف يسمح بالمساهمة في عملية تحول الطاقة من أجل حماية البيئة، وكذلك لفتح آفاق في المستقبل لتزاوج الهيدروكربون المحروقات التقليدية مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، وهذا يسمح بإيجاد شبكات لربط الكهربائي بين مختلف الدول في هذه المنطقة. طبعا هذا يعني تعزيز الروابط
الروابط الكهربائية بين الدول، أخذا في الاعتبار النماذج المختلفة والإنتاج المفرط في استخدام الكهرباء. هناك روابط تم إقامتها بين عدد من الدول، والأردن من هذه الدول صاحب الجلالة، وكذلك الروابط التي تسمح بتخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، وتسمح كذلك باستفادة أكبر قدر ممكن من الدول من هذه الموارد في هذا الفضاء الإقليمي. إذن الأمن، الاقتصاد بمعناه الواسع والعريض، والبنى التحتية خاصة للطاقة تبدو لي محركات أساسية لتحقيق هذا الاستقرار وسيادة العراق، وفي نفس الوقت لتحسين استقرار المنطقة برمتها. وآمل أن يسمح لنا هذا المؤتمر بتبني مشروعات عملية، وأنا أؤمن بذلك. وبكل الأحوال فرنسا سوف تدعمكم، وأنا سوف أناضل من أجل دعم المجتمع الدولي لكم في هذا التوجه. صاحب الجلالة، دولة رئيس وزراء، اسمحوا لي أن أكرر لكم كم نحن ملتزمين إلى جانبكم في هذه الأجندة، ويبدو لي أنه لابد من أن نأخذ هذه الأجندة بكافة بنودها، المسائل السياسية، الاقتصادية، البشرية، وفي مجال الطاقة لكي ننجح. سوف نكون إلى جانبكم، كنا إلى جانبكم منذ عام، نحن إلى جانبكم اليوم وغدا، وشكرا على إصغائكم. Merci, Monsieur le Président. الكلمة الآن لفخامة الأخ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن أتوجه بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني على مبادرته لاستضافة هذه القمة بالبحر الميت، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى جهوده وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في الحفاظ على دورية انعقاد هذه القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، يلتئم هذا الجمع الكريم للمرة الثانية بعد قمتنا الأولى التي احتضنتها بغداد في أغسطس عام 2021، إن تعهدنا معاً على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعباً في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية ودورها العربي والإقليمي الفاعل. ويأتي اجتماعنا اليوم ونحن نشهد تحسناً ملحوظاً في الأوضاع بالعراق، وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وللشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية، وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل. السادة الحضور، إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على التزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها. كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعماً لمساراته نحو الاستقرار، وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا. لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف وولات الصراعات والحروب طويلة الأمد في سياق لم يخل من تدخلات خارجية على نحو أثقل كاهل العراقيين
وارتدت آثاره إلى كل شعوب المنطقة. وتثمن مصر غالياً في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلامية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصون وحدة نسيجها الوطني. كما لا يفوتني أن أشد بمساعدة الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد. واسمحوا لي من هذا المنبر أن أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة والتي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر. ففي نجاح العراق نجاح لنا جميعا. لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أن تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها، تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة وتمكين مؤسساتها من الاطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون والتصدي للقوات الخارجة عنه وصون مقدرات وثروات الشعوب، وهو ما سيوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد. وفي إطار من المصارحة، فإن هذه الأهداف لن تتحقق ما لم يتم إعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وبما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد وتجاوز مفاهيم الطائفية والتشدد والانقسام والأفكار الرجعية التي لا مكان لها في عصرنا الراهن. فالعالم يتسع للجميع، والاختلاف لا يمكن التعاطي معه بالاستمرار في صراعات ممتدة لا غالب فيها ولا مغلوب. وفي هذا السياق يأتي انعقاد قمتنا اليوم لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وفي مقدمتها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والتوقف عن فرض سيادة الأمر الواقع وأهمية العمل على تحقيق المنفعة المشتركة. وتأسيساً على ما تقدم، تؤكد مصر على رفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات، كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر الدول المنطقة. وإيماناً من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء، فقد شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث كأحد أطر العمل العربي المشترك الرامية إلى تحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة في ضوء ما يربطها من علاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة. وأجدد التأكيد في هذا الخصوص على اعتزامنا المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة الجالي دراستها حالياً في إطار الآلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها. وختاماً أود أن أتوجه بكلمة إلى شعب العراق الشقيق، فأقول يا شعب بلاد الرافدين العظيم، إنني على ثقة تامة في قدرتكم على المضي قدماً صوب مستقبل أخضر الزهاراً متسقاً مع حضارتكم العريقة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الإنسانية، وكل يقين أن ما تتسمون به من تعددية وما تمتلكونه من إمكانيات سيتيح لكم تجاوز أي تحديات مهما بلغت. لقد حققتم الكثير في سبيل استعادة بلادكم
وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير، وستجدون في مصر دائما عونا لكم وسندا لتطلعاتكم وخياراتكم. ليبقى العراق دائما إحدى قلاع العروبة ومن أهم مراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة الرئيس. والآن الكلمة لسمو الأخ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت. شكرا جلالة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله بن الحسين وإلى حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المتميز لهذا اللقاء المهم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يأتي لقاؤنا اليوم في إشارة واضحة ودلالة قاطعة على اهتمام المجتمع الدولي بأمن واستقرار العراق، والقناعة الراسخة بأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ولن تنهأ بالأمن إن فقدت إحدى دوله، وإدراك دول الجوار لهذه الحقيقة وسعيهم لصيانة أمنهم واستقرار المنطقة. ولا يفوتني هنا أن أهنئ الأشقاء بما تحقق لهم من إتمام الانتخابات التشريعية واختيار رئيس الوزراء وحصول الحكومة على موافقة البرلمان، إضافة إلى ما تحقق أيضاً للأشقاء في صيانة أمنهم ودعم استقرارهم في طريق القضاء على ما تبقى من فلول المنظمات الإرهابية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تدرك الدول العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكانة العراق وأهميته في المحيط الإقليمي والدولي، وتسعى لاستعادة دوره الفاعل في تعزيز تواجده في محيطه العربي ليمارس دوره المعهود بحرية بعيداً عن أي تأثيرات خارجية. وما اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق إلا مثال على ذلك السعي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، سعت دولة الكويت لدعم جمهورية العراق في كافة المجالات، إدراكاً منها لأهمية هذا البلد الشقيق، وترسيخاً للقناعة السائدة بأن أمن البلدين والمنطقة واستقرارهما كل لا يتجزأ، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا. فجاء الدعم الكويتي اقتصادياً وتنموياً عبر مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق فبراير 2018، أو عبر المشاريع الأخرى التي قامت بها دولة الكويت، وأمنياً عبر مشاركتها الفعالة ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وغيرها من أوجه الدعم التي قدمتها دولة الكويت عبر السنوات. ولا يفوتني أن استذكر بالتقدير
الزيارة التي قام بها أخي دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الكويت مؤخراً، والتي حرص على أن تكون من أوائل زياراته الخارجية في دلالة واضحة لا تحتاج إلى بيان. إننا مطالبون اليوم أمام حجم ما يربطنا من علاقات إلى العمل على إغلاق كافة الملفات العالقة، ولا سيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، وذلك لننطلق معاً في الانتقال بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة تعكس ما يربطنا، ورغبة قيادي بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين، لنفوت الفرصة على من داب على استغلال هذه الملفات في بث أكاذيب وتلفيقات للنيل من هذه العلاقة وتعكير صفوها. فالإرادة متوفرة والحرص على سيادة كل بلد منا لا سبيل للنقاش به، والآليات والقوانين الدولية كقواعد يمكن الركون لها دامقة وحاسمة، فلا مجال للتأخير والتأجيل لتحقيق مصالحنا المشتركة، ولنتفرق معاً لتعزيز علاقاتنا ولمواجهة التحديات الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي. أجدد الشكر لكم جميعاً، متمنياً للأشقاء في العراق تحقيق المزيد من آمالهم وتطلعاتهم، ولمؤتمرنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سمو الشيخ. والآن الكلمة لسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. عجلة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أنقل لكم تحيات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية، وعلى الدعوة الكريمة وما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أعرب عن تقدير المملكة لجهود فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ومشاركته في رعاية هذا المؤتمر. وأود أن أعرب عن إشادة المملكة بالإرادة السياسية لدى جمهورية العراق والمتمثلة بعزم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي الشقيق. كما تؤكد المملكة وقوفها جنباً إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضاً للحضارة والعلم والمعرفة، والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أي اعتبارات أخرى. أصحاب الجلالة والفخامة السمو والمعالي، إن اجتماعنا اليوم يؤكد الرغبة المشتركة والصادقة لدولنا لاستمرار وتيرة التعاون والدعم لجمهورية العراق وترجمتها إلى شراكات فعلية تحقق نتائج ملموسة، ولن تدخر المملكة أي جهد في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية، انطلاقا من إيمانها التام بأن نمائها ورخائها يرتبط ارتباطا وثيقا بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع. وإن رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلية تهدف لخير بلدان المنطقة والعالم، كما تؤكد المملكة على اعتزامها المضي قدما في تفعيل وتسريع خطط العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، والعمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في البلدين،
في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات. وتشكل مبادرتي المملكة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق مجالاً من مجالات التعاون المهمة والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين، كما يتعاون البلدان من خلال شراكاتهما في منطقة في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وكذلك في مجموعة أوبك بلس من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية. وتدعم المملكة جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق وتفعيل مشاريع الربط الكهربائي والمائي. وأشيد في هذا الصدد بالمبادرات التي أطلقها مجلس الأعمال السعودي والعراقي، ومن أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال في الجانبين، وإقامة ملتقى اقتصادي سنوي، إضافة إلى مبادرة القوافل التجارية المتخصصة بين البلدين. وتنظر المملكة بتقدير بالغ للتفاعل الإيجابي للعراق في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي، مما سينعكس إيجاباً بإذن الله على رخاء الشعب العراقي وازدهاره. أصحاب الجلالة الخامس والمعالي، انطلاقاً من التزام المملكة بسيادة واستقلال جمهورية العراق، فإن المملكة تؤكد على رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق، كما تؤكد على وقوفها صفاً واحداً مع الأشقاء في العراق في محاربة الإرهاب والتطرف وكل من يسعى للدمار والخراب وإثارة الانقسامات. وترحب المملكة في هذا السياق باستعادة العراق لدوره الإيجابي البناء لتعميق الثقة والشراكة والسلم إقليمياً ودولياً. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد تأكيد المملكة وإيمانها الكامل بقدرة العراق على النهوض ورسم مستقبله بما يتناسب مع مكانته العريقة العربية والإسلامية والعالمية، مستنداً على ما لديه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وموروث حضاري عريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سمو الأمير. الكلمة الآن لسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيان، وزير خارجية مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في بداية كلمتي أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لكم جميعاً بالتوفيق والسداد بما يسهم في خروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تعزز التعاون والشراكة بين دولنا لما يعود بالخير والنماء على جمهورية العراق وشعبها الشقيق. ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على كرم الضيافة وحسن تنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثانية في إطار دعم جلالته الدائم للعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي، مشيداً بجهود فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وحرصه الدائم على دعم ومساندة الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ودول المنطقة وتكريس التعاون الدولي في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نجدد تهانينا وتبريكاتنا إلى جمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة انتخاب فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للبلاد، ودولة السيد محمد شياع السوداني لاختياره رئيسا للوزراء، متمنين للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، معربين عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين بلدينا الشقيقين، وتمنياتنا للقيادة العراقية بالتوفيق والسداد في تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تفعيل مسيرته الديمقراطية والدستورية والحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق النماء والازدهار المنشود. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله حريصة دائماً على تعزيز التعاون والشراكة الدولية في دعم جمهورية العراق الشقيقة والمحافظة على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستعادة دورها المحوري كقوة فاعلة وإيجابية في محيطها العربي والإقليمي والدولي، وأننا لعلى يقين تام بأن أمن جمهورية العراق واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي الخليجي والعربي وركيزة أساسية للاستقرار والتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي الفاعل في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم، إيماناً بما يجمعنا مع هذا البلد الشقيق بتاريخه وحضارته العريقة من قيم أخوية ومصالح مشتركة ووحدة الهدف والمصير. وفي هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين دعمها الكامل لجهود العراق في تكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية وتعزيز الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار ومواصلة نجاحاته في دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والميليشيات المسلحة وعدم السماح بإساءة استغلال أراضيه في تهديد الأمن القومي العربي ورفع أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية أو انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه، داعينا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة الفاعلة بين جميع دول المنطقة على أساس مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وفقاً للقانون الدولي وتغليب لغة الحوار والنهج السلمي في تسوية الخلافات ونبذ الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية الدينية والطائفية. ونود في هذا الإطار الإشادة بآلية التعاون الثلاثي بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وما تم الاتفاق بشأنه من مشروعات اقتصادية مهمة، وأن نثمن الجهود المباركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في مجال الربط الكهربائي والنقل لما لها من مردود اقتصادي كبير على العراق الشقيق والمنطقة عمومها. نؤكد شكرنا وتقديرنا للمملكة الأردنية الهاشمية وجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة، آملين خروج هذا المؤتمر الدولي بقرارات فاعلة وبناءة تعزز الشراكات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين بلداننا في تدعيم الأمن المائي والغذائي والبيئي وأمن الطاقة وتطوير البنى التحتية ومكافحة التطرف والإرهاب، حتى ينعم الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة كافة بالأمن والسلام والتنمية المستدامة. ختاماً نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ الأردن الشقيق آمناً مستقراً ويكلل جهور قيادته الرشيدة لتحقيق تطلعات شعبه في النماء والازدهار. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة الوزير. الكلام الآن لمعالي السيد بدر البسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي أصحاب السعادة الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، وتمنياته الطيبة لكم وشعوبكم الشقيقة والصديقة بالتقدم والرخاء والازدهار. وأود أن أنتهز هذه المناسبة للإعراب لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن شكرنا وتقديرنا على الدعوة الكريمة
للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، والشكر موصول لرعاة المؤتمر المضيفين لنا فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ودولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الأخ محمد شياع السوداني. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، الحضور الكريم، يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية كبيرة لتبادل وجهات النظر والتشاور حول مجمل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم لتحقيق التعاون الإيجابي المنشود بين الدول ووفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية للدول بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وللعالم. ونود أن نؤكد على تضامن سلطنة عمان مع جمهورية العراق ودعمنا ومساندتنا للحكومة العراقية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الرخاء وفي الأمن والازدهار، مقدرين كافة الجهود التي تبذل للتوصل إلى أرضية مشتركة إقليمياً ودولياً لتعزيز الشراكات بين الدول وتبني الحوار البناء الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع ويعزز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما نؤكد على دعم سلطنة عمان لكافة الجهود للتعامل مع التحديات الناجمة عن التغيير المناخي، معربين عن تهانينا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للنجاح الذي حققه مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، وتطلعنا للمشاركة الفاعلة في المؤتمر القادم COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والخروج بمزيد من النتائج الإيجابية الداعمة لجهود مكافحة التغيير المناخي والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني والانتقال التدريجي للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث وضعت بلادي استراتيجية وطنية في هذا الشأن بالشراكة مع المجتمع المحلي والدولي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنشأت لجنة وطنية للتغير المناخي تنفذ من خلالها خطط التكيف والتخفيف من آثار التقلبات المناخية والعمل على تحقيق الحياد الصفري الخالي من انبعاثات الكربون بحلول العام 2050. وفي الختام، يسرني أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأردنية الأصيلة، متمنيا لكم جميعا دوام التوفيق والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الوزير. الكلمة الآن لمعالي الدكتور حسين أمير عبد اللحيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الرحمن الرحيم. جلالة الملك عبد الله الثاني العاهل أهل المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب الفخامة والسيادة والمعالي، رؤساء الحكومات ووزراء خارجية الدول الصديقة والشقيقة، رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني جدا حيث أتيحت لي الفرصة مرة أخرى للمشاركة مع القادة وكبار المسؤولين لدول المنطقة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية، وأشكر المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا على استضافة هذا المؤتمر وما أبدته من كرم الضيافة.
يعتبر هذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة دعماً منا للعراق وتأكيداً على مساعيه لخلق مجالات التعاون والتعامل بين دول المنطقة، وآمل أن نتمكن في ظل هذه الاجتماعات الوصول إلى منطقة مستقرة ومزدهرة ومتقدمة وقوية. كما نؤكد أن الحوار والتعاون بين دول الإقليم للوصول إلى فهم مشترك من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية ليس خياراً بل هو ضرورة ملحة. منذ بدء حكومة إيران الجديدة عملها، طورت الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقاتها مع الدول المجاورة ومنها جمهورية العراق الشقيقة، وتؤكد على دعم حكومة العراق ودولة الرئيس السيد محمد شياع السوداني في رقي العراق وازدهاره. فإن ارتفاع التبادل التجاري والاجتماعات المتبادلة مع كبار المسؤولين في المنطقة وعقد اللجان السياسية الاقتصادية المشتركة وتعزيز أوجه التعاون يدل كله على اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجيرانها والمنطقة. إننا نعتبر استقرار وهدوء بلادنا وأمنها يرتبطان باستقرار وأمن المنطقة بأسرها، فعليه كانت سياستنا الثابتة والتي لن تتغير هي تجنب الحرب والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار. فإننا قدمنا أطهر دمائنا وأشجع أبنائنا للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، والتي نعتبرها أمننا واستقرارنا في مواجهة داعش، ووقفنا إلى جانب كل من العراق وسوريا. واليوم على أعتاب ذكرى سنوية لاغتيال الشهيد الحاج قاسم سليمان والشهيد أبي مهدي المهندس ورفاقهما، نحيي ونشيد بأرواحهم العظيمة، ولا شك في أن جهادهم سيبقى خالدا في الذاكرة التاريخية لشعوب المنطقة. حر دمائنا وأشجع أبنائنا للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة داعش، ووقفنا إلى جانب كل من العراق وسوريا. وعلى أعتاب ذكرى اغتيال الشهيد أبي مهدي المهندس والشهيد الحاج قاسم سليماني، نحيا أرواحهم العظيمة، ولا شك في أن جهادهم سيبقى خالداً في الذاكرة التاريخية للشعوب المنطقة. امروز العراق بخاطر تلاش‌ها و يؤدي العراق اليوم دوراً مهماً في الإقليم بفضل جهود قادته ورؤاهم البناءة، وأود أن أرحب بدور العراق الإقليمي وأيضاً دور دولة رئيس الوزراء سيد السوداني في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز ثقافة الحوار.
وأيضا أود أن أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع جميع دول المنطقة بما في ذلك الدول الصديقة والشقيقة في الضفة الجنوبية للخليج الفارسي، وأن أؤكد على أهمية هذا الأمر. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دوما العراق الموحد والمستقر والمتطور، كما أود الإشارة إلى أهمية دعم دول المنطقة لاستقرار العراقي وأمنه، والتأكيد على تحقيق الأمن المستدام بمشاركة جميع جيران العراق ومن بينهما الجمهورية العربية السورية الشقيقة الصديقة. وينبغي أن أعبر عن آسفي لشغور مكانها بين الدول الداعمة للعراق في اجتماعنا اليوم، كما أنني أود أن أؤكد أننا لا نتوقع أن تتم من أراضي جمهورية العراق أن يتوجه إلينا تهديد إلى دول الجوار والجيران. الحضور الكرام، إننا نعتقد بأنه لا يمكن استيراد الأمن أو شراؤه. الأمن مفهوم موحد ومترابط، ولا يمكن حشد الإمكانيات في منطقة لزعزعة استقرار بلد ما، والتأكيد في نفس الوقت على خلق الاستقرار لكي ينعم به بلد آخر. لقد ولى عهد تبني السياسات الخاطئة إن الأمن لن يتحقق من خلال نظرة إقصائية والصدامية، بل يتحقق الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي على يد أبنائه وبنظرة ذات إنشاء من داخلي. ومن الواضح أن التحالف الذي يخدم دول المنطقة هو التحالف من أجل السلام والتنمية بمشاركة جميع دولها، فإننا نؤمن إيماناً عميقاً بأن تسوية النزاعات وإزالة حالات سوء الفهم والخلافات والتخفيف من التحديات المشتركة يمكن تحقيقها من خلال الحوار بين دول المنطقة. إنه بإمكاننا تطوير هذا التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، فإن إحدى القضايا التي تحولت إلى تحدي مشترك للعديد من دول المنطقة في السنوات الأخيرة هي العواصف الترابية التي تتطلب مواجهتها تعاوناً مشتركاً، مما يشكل حافزاً وأساساً للتعامل والتعاون في المجالات الأخرى، كما أن المكان المتميز والقدرات الجيوسياسية والجيواقتصادية بما في ذلك قطاع النقل والترانزيت الخاص بالارتباط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ووجود ممرات ومحاور للنقل البري والبحري في قطاع نقل البضائع والمسافرين يمكن أن تخدم الازدهار الاقتصادي للمنطقة بأسرها. الحضار الكرام والرؤساء الكرام ومعالي الوزراء، خلال العقدين الماضيين كان الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقف ثابت فيما يتعلق بالحفاظ على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، ولم تغير هذا الموقف المبدئي. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخلى قط عن طريق الحوار والتفاوض، وفي العامين الماضيين تابعت بجدية محادثات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. اليوم أنا وزميلي السيد جوزيف بور الممثل العالي للسياسة الخارجية الأوروبية، والذي أشيد بدوره البناء في متابعة مفاوضات فيينا، وفي مفاوضاتنا المشتركة قلت له بأننا نحن مع مراعاة خطوطنا الحمراء والنصوص المقدمة
مستعدون لإتمام المحادثات والوصول للخطوة النهائية لإبرام الاتفاق، شريطة أن تكون الدول الأخرى تتعامل مع الموضوع بواقعية، وكذلك تعاون إيران مع الوكالة الذرية. هناك تشهد على الخلفية الناصعة لإجراءاتنا، وأننا لازلنا نؤكد على الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل، ويجب ألا تمنح للكيان الصهيوني أيضاً الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ويسعى وراء التوسع والعدوان يومياً، ويجب أن لا نسمح له فرصة لتهديد أمن المنطقة. وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، ونحن إذ ندعم مقاومة الاحتلال نرى أنه بناء على مبدأ حق تقرير المصير، فإن الحل السياسي لقضية فلسطين هو إجراء استفتاء بين السكان الأصليين لفلسطين التاريخية بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود، لإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف. مرة أخرى أشكر جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الموقر وحكومة الأردن الصديقة الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر، وأسأل المولى القدير لجميع حكومة المنطقة وشعوبها التوفيق والرفعة، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Your Excellency. The speech is now for Mr. Ismail Armaz, the ambassador of Turkey. صاحب الجلالة الرئيس السوداني أصحاب السعادة والوزراء وسيدتي وسادتي، يسرني أن أنضم إليكم اليوم في مناسبة هذا الاجتماع الثاني لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وأود أن أشكر الأردن لاستضافتها الكريمة والسخية وحسن الضيافة، وأؤكد على التزامنا لاستقرار جارنا العراق، وهي ذات أهمية كبيرة للسلام الإقليمي والفهم. دولتي قد أصرت على سلامة الأراضي العراقية والاتحاد السوفيتي والسيادة العراقية كسياسة خارجية ثابتة، وأن نؤكد أن العراق يحتاج إلى وحدة أراضيه وسلامته، وندفع وندعم تماماً سعي العراق لعلاقات متوازنة مع البلدان. ويسرنا بأن المعضلة السياسية قد تم السيطرة عليها والتغلب عليها. باغتنام هذه الفرصة، فإننا نتمنى لمعالي رئيس الوزراء أو دولة رئيس الوزراء العراقي، ونحن مستعدين للتعامل معهم على عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، ونولي أهمية خاصة على معالجة القضايا العالقة بالجغرافيا المشتركة مع الملكية الخاصة، ونعتقد بأن التدخلات الخارجية تؤثر على الاستقرار. هذا أحد الطموحات التي تتشارك فيها كل شعوب المنطقة، وبذلك فإن يسرنا أن ننضم إلى شركائنا الإقليميين في دعم هذا الاستقرار والأمن العراقي والتنمية. القادة والبارزين والسادة المشاركين والسادات المشاركين، بالنسبة لمكافحة الإرهاب كانت هنالك قد أدت إلى ضياع الكثير من الأرواح والخسارات الاقتصادية.
يجب أن ننهي وجود المنظمات المتطرفة والإرهابية في بلدنا والتهديدات التي تهدد بها شعوبنا. وكنقطة بداية نأمل بأن تكون المنظمات الإرهابية يجب أن الإقرار بأنها هكذا ويجب حظرها. مكافحة الإرهاب ليست فقط أولوية قصوى ولكنها قضية أساسية للجمهورية التركية، ولكننا لا نستطيع أن نتسامح بالهجمات الإرهابية التي تشن علينا من الأقاليم المجاورة. نحن نحترم جميع شركائنا جيراننا للعمل بطريقة صادقة ومخلصة لهذا الأمر، ونعتقد بأننا الحكومات العراقية تشاركنا هذا الأمر، وهي أيضا مسألة سيادية بالنسبة للعراق. وبالنسبة للبلدان خارج المنطقة فنأمل أن تضع حدا لدعمها للمنظمات الإرهابية وكذلك للمنتسبين إليها. ومع هذه الاعتبارات أخذ هذه الاعتبارات بعين الاعتبار، فإنني على ثقة تامة بأن هذه الجلسة الثانية أو الطبعة النسخة الثانية من هذا المؤتمر بغداد التعاون والشراكة، وأن تأتي بنتائج مثمرة للعراق لتنهي المعاناة بالنسبة للعراق والمنطقة. وأخيرا اسمحوا لي بأن أسجي شكري الجزيل للأردن لاستضافة هذا المؤتمر على حسن التنظيم وحسن الضيافة، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع إلينا. شكرا جزيلا لسعادتك أو معاليك. وأيضا الكلمة the speech is now is for أبو الغيط the secretary general of LAS. ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، أصحاب السمو والمعالي، حضور الكريم، كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على هذه المبادرة الكريمة باحتضان الدورة الثانية لهذا المؤتمر الهام وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إننا نجتمع اليوم والعراق يشهد مرحلة تحول مهمة في تاريخه المعاصر، حيث اتخذ خطوات ملموسة على صعيد استعادة التوازن في علاقاته بمحيطه العربي والإقليمي، وذلك بعد تشكيل حكومة جديدة جاءت في أعقاب مخاض عصير شهد استقطابات داخلية حادة. نجح العراقيون في احتوائها بمنطق السياسة وآلية الحوار، وندعو ونرجو أن يستمر هذا النهج الاحتوائي في المستقبل من دون إقصاء لأي طرف أو جماعة سياسية، حفاظاً على السلم الأهلي للبلاد بكل مكوناته وأطيافه. لقد أخذت هذه الحكومة على عاتقها مهمة صعبة من أجل استعادة ثقة الشعب وتخفيف معاناته، ونحسب أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة تطوي صفحة المحن والمآسي التي عانى منها العراق على مدى عقود، وبما يمكن هذا البلد من تحقيق الازدهار والتنمية والقيام بدوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعيداً عن أي تجاذبات إقليمية أو مساعٍ لبسط النفوذ أو الهيمنة. إن العراق لا ينبغي له أن يكون ساحة للصراع أو تصفية الحسابات، وأننا نجتمع اليوم لنقول أننا ندعم حق العراقيين في أن يروا مستقبلاً أفضل لأبنائهم وأن يحققوا تطلعاتهم المشروعة في النمو والاستقرار بتوظيف الإمكانيات الهائلة لبلدهم. ثم تنقات مضيئة على الساحة الإقليمية، هناك إدراك لدى الدول بأن التعاون وبناء شبكات من المصالح المتبادلة يمثل مساراً لا غنى عنه من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية. إن موارد المنطقة يمكن أن تتعاظم مرات ومرات إن هي استغلت في إطار من التعاون البناء، وتمثل المشروعات الطموحة بين عدد من الدول العربية من الربط الكهربائي إلى الاستثمارات المشتركة في البنية الأساسية طاقة أمل لشعوب المنطقة وشبابها،
ولا شك أن هذا الاجتماع يعد منصة مهمة لتعزيز هذا النوع من التعاون والتشبيك عبر الإقليم، غير أن تحقيق الازدهار للإقليم يظل رهناً بتخفيض حدة التوترات الأمنية والتهديدات. وأؤكد في هذا السياق أن معالجة حالة الاستقطاب في الإقليم تبدأ من التزام جميع الأطراف بالمبدأ المؤسس للعلاقات الدولية الحديثة، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واتباع سياسة حسن الجوار، فضلاً عن الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها كوسيلة لحل النزاعات. ولا يخفى أن ما يعاني منه الإقليم من أزمات وصراعات متفاقمة يظل انعكاساً لاستمرار بعض الأطراف الإقليمية في مباشرة تدخلات سافرة تؤجج الصراع والعنف وتغذي النعرات الطائفية والانقسامات. إن هذه التدخلات الإقليمية لا تضر العراق واستقراره وسلمه الأهلي فحسب، وإنما تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمين، وتزيد من حدة الأزمات القائمة وتضعف من فرص حلها. إن الأزمات الإقليمية ترتبط بحلقة متصلة، ولا شك أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما يشهد حل الدولتين من تراجع وتغييب في ظل صمت دولي مريب ووسط انعطاف يميني حاد وخطير في إسرائيل وتجذر لليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني ينذر بأسوأ العواقب ويهدد استقرار المنطقة بأسرها، ويضرب جهود التعاون الإقليمية في الصميم. إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته نحو وقف هذا التدهور المتسارع في الوضع الفلسطيني، والعمل من أجل إطلاق جهد جاد لتحقيق التسوية على أساس رؤية الدولتين. إن المنطقة تقف في لحظة فاصلة بين اليأس والأمل، وعوامل الأمل أكبر بكثير من بواعث الأمن والإحباط، اليأس والإحباط. ويقيني أن دول المنطقة قادرة على خلق واقع جديد من الشراكة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات. وتقف الجامعة العربية بكل قوة خلف كل جهد مخلص لمد الجسور وتعزيز شبكات المصالح المشتركة، وتعتبر دعم العراق في هذه المرحلة ركناً أساسياً في استراتيجية النهوض الإقليمي الشامل، وتساند العراق وأهله وحكومته في نضالهم من أجل عبور ظلام اليأس إلى آفاق الأمل والإزدهار. شكراً جزيلاً لكم جميعاً. شكراً جامعة الدول العربية. I now give the floor to His Excellency. أعطي الحديث الآن رئيس أو لمبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية وممثل المفوض. جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس فخامة الرئيس الفرنسي وأيضا سعادة رئيس الوزراء العراقي وأصحاب السعادة والمعالي الوزراء والحضور الكرام، أشكركم شكرا جزيلا. أشكرك صاحب الجلالة الملك عبد الله على دعوتكم، وأنا سعيد لحضور هذا المؤتمر وأمثل الاتحاد الأوروبي. وفي مؤتمر بغداد السنة الماضية أعادت العراق إلى حيث ينبغي أن يكون بلدا مهما وفاعلا وجديرا بالثقة وأيضا دافعا للسلام والاستقرار في المنطقة، ولكن الكثير قد تغير منذ السنة الماضية. حرب روسيا ضد أوكرانيا واعتداؤها ضد أوكرانيا لا يعتبر أمرا يخص أوروبا فقط، ولكنه هجوم على النظام الدولي وله تبعات
أمنية بعيدة المدى، وإن العراق ذاته قد واجه عددا من التحديات الخطيرة منذ مؤتمر بغداد، ولكن تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء السيد السوداني قد نجحت في إنهاء هذه أو وضع حد لهذه الفترة المضطربة، فإن الاتحاد الأوروبي هو صديق حقيقي للعراق ويقف مستعدا لدعم رئيس الوزراء السوداني والتزامه بالقيام بالإصلاحات الشاملة كما طالب بها الشعب العراقي ذاته، وأن يكون عراق قوي وذو سيادة وديمقراطي يفيد شعبه والمنطقة والاتحاد الأوروبي والعالم، وإننا نخطط لاجتماع على المستوى الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والعراقي في النصف الأول من العام القادم. إن العراق لا ينبغي أو لا يمكن أن يكون ساحة معركة بالوكالة، لقد بل ينبغي أن يكون جسرا أو يبني الجسور إقليميا والتي تسهم بتقليل الاضطرابات الإقليمية، ولهذا السبب ندعم جهود الحكومة العراقية لتطوير سياسة متوازنة، وإن مؤتمر اليوم ليس مهما فقط للعراق بل لكل جميعنا، ومنذ 2017 فإن الاتحاد الأوروبي قد أسهمت في عراق أكثر أمنا وقوة عبر البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي، والتي مددنا مهمتها حتى نهاية شهر نيسان 2024، ومع التركيز على تطوير قطاع الأمن، وإن سيادة ووحدة أراضي العراق ينبغي أن تكون محترمة من الجميع، وإن النزاعات أو الأعمال العدائية المسلحة تهدد الجهود للتحالف العالمي ضد داعش والتي تبقى تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي. نحن ندعم حكومة العراق لدعم وندعم جهودها عبر أو للوصول إلى عودة طوعية وذات كرامة لكل المواطنين الذين العالقين في مخيم الهول اللاجئين السوريين. ومبكرا في هذا الشهر شاركنا في مؤتمر المانحين الدوليين في عمان لتعزيز الدعم لإعادة وإعادة إدماج المواطنين العراقيين، ومنذ وفقط الأسبوع الماضي فقد اجتمعت مع ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي 27 وأكدنا على تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط، وأن هذه من أولويات الاتحاد الأوروبي، وأننا نقف مستعدين لكي نعمل مع كل الجهات الفاعلة في المنطقة في منهجية مرحلية وأيضا شاملة، وإن الشراكة الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي مع الخليج قد ثبت بأنها منصة فاعلة لهذه الغاية، وإننا نتطلع قدما للعمل بشكل وثيق مع المنطقة على الوصول إلى عمل متعلق بالمناخ والبيئة، وإن هذه المنطقة سوف يكون لها دور مهم لتلعبه قبل قمة كوب 27 أو كوب 28 أعتذر، وإن الطاقة كانت دائما هي المركزية في العلاقات في المنطقة مع أوروبا، ونحن مصممون بإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الصد القادم من روسيا، وبينما نتعامل مع أزمة المناخ وأيضا زيادة استقلالية الاتحاد الأوروبي، وإننا قد عززنا وكثفنا من عملنا مع الدول المصدرة للنفط والغاز لضمان إمدادات من الغاز الطبيعي لأوروبا، وأيضا تعزيز إنتاج النفط وضمان أيضا الأمن الطاقة وأيضا التحول الأسرع للطاقة. الرئيس بوتين واعتدائه
على أوكرانيا قد أطلق هدد الأمن الغذائي وهو الأخطر منذ عقود، وإن الكثير من الناس يعانون من الجوع بسبب هذه الحرب، وإن الاتحاد الأوروبي تسهم في دعم جهود الأمم المتحدة للتعامل أو لإيجاد حلول مستدامة على المدى المتوسط وطويل الأمد. وأما فيما يتعلق بالمدى القصير الأمد فإن الاتحاد الأوروبي أيضا تدعم الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 225 مليون يورو، ونحن نعلم بأن هذا المبلغ ليس كافيا، ولكنه عربون على مساهمتنا ورغبتنا في المساعدة. ونحن في الاتحاد الأوروبي نحن مستعدون للقيام بالمزيد بشكل مختلف وأفضل بالتأكيد لدعم العراق والمنطقة، لأن إن وجود عراق ديمقراطي وآمن ومزدهر هو أمر أساسي بالنسبة للمنطقة ولأوروبا وللعالم أجمع. شكرا صاحب السعادة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلمنا الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية للدعوة لهذا المؤتمر، والشكر موصول لكافة القائمين عليه على حسن الاستقبال والتنظيم، مقدمين التعازي للأردن الشقيق باستشهاد رجال الأمن خلال أدائهم الواجب، ومؤكدين على وقوفنا الكامل إلى جانب الأردن الشقيق ودعمنا لكافة جهوده المبذولة لحماية أمنه واستقراره. أصحاب الفخامة والسمو، يأتي انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بعد عام من نسخته الأولى التي عقدت في بغداد في أغسطس 2021. ومنذ ذلك التاريخ شهد العالم ومنطقتنا جملة من المتغيرات والتحديات، إلا أن الجهود الجماعية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا ودفع جهود البناء والتنمية بما يلبي تطلعات شعوبها بالرخاء والازدهار تبقى دائماً على سلم أولوياتنا وقمة اهتماماتنا. ولقد أولت دول مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقتها مع جمهورية العراق من خلال السعي لبناء شراكة استراتيجية وثيقة في كافة المجالات، انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون والعراق من علاقات راسخة مرتكزة على الجوار الجغرافي والدين واللغة، وتعززها وشائج القربة والتاريخ المشترك، وتدفعها الأهداف المشتركة لبناء المستقبل وتعزيز التنمية والسلم الجماعي. وانطلاقاً من ذلك، فلقد حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم على تطوير علاقات مجلس التعاون مع جمهورية العراق في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مؤكدين أن ذلك يأتي كأولوية استراتيجية استجابة لمتطلبات المستقبل وتعزيزاً للعمل المشترك من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية العراق. ولقد أكد البيان الختامي الصادر عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 43 والمنعقد في 9 ديسمبر 2022 في الرياض على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه العراق الشقيق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق. ولقد شهد العام الماضي عدة اجتماعات في مقر الأمانة العامة في الرياض وفي بغداد تنفيذاً لخطة العمل المشتركة
للفترة 2019-2024 بين مجلس التعاون والعراق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، كما تم تأسيس لجنة مشتركة من كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ خطة العمل ودعم المشاريع المشتركة، حيث شهدنا في يوليو 2022 وعلى هامش قمة جدة للتعاون والتنمية التوقيع على اتفاقية ربط شبكة الكهرباء لدول مجلس التعاون مع شبكة الكهرباء في جنوب العراق، وذلك بعد توفير الموارد المالية اللازمة لذلك واستكمال النواحي الفنية للتنفيذ. كما أن العمل قائم لعقد منتدى الاستثمار الخليج العراقي في العام القادم، والذي سيشكل منصة مهمة لرجال الأعمال من الجانبين أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة. لعل من أهم القضايا التي تشغل عالمنا اليوم ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تفرض علينا مواصلة العمل وتبادل وجهات النظر بشأنها من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والعراق، وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة العابرة للحدود والتصدي لفكرها المنحرف، انطلاقاً من مواقفنا المشتركة في نبذ كافة أشكال الإرهاب وصوره أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتأكيد على أن التسامح والتعايش وعدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول من أهم المبادئ والقيم التي تبنى عليها العلاقات بين الدول والشعوب. إن ما نقوم به من جهود لتعزيز التعاون وإرساء قواعد الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والعراق في جميع المجالات له تعبير عن الثوابت والقناعة الراسخة بأن هذه الشراكة ستعود بالخير والمنفعة على دولنا ومنطقتنا والعالم أجمع، وهو تأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه، وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كافة ترابه الوطني، ودعم العملية الدستورية، معبرين عن التهنئة لفخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ودولة محمد شياع السوداني بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء، معربين عن أطيب التمنيات العراقي بالأمن والاستقرار ودعم إعادة الإعمار والتنمية والرخاء لشعبه الشقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي الدكتور. I now give the floor to Her Excellency Jeanine Hennis Plasshardt, Special Representative for Iraq. الممثل الخاص للعراق في الأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك رئيس البعثة العراق. يشرفني أصحاب السعادة والعطوفة والمعالي ودولة أن أكون هنا بالنيابة عن أنطونيو غوتيريش، وهو يأسف لأن يكون موجود هنا مشاركا في هذا الاجتماع، وطلب مني أن أنقل إليكم تحياته، وأود أن أقدم شكرا وتقديرا لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لاستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية. هذه المبادرة والحضور اليوم تعبر عن العلاقة بين العراق ودول الجوار، لا نستطيع أن ننكر ذلك، فأن الاجتماع هذا اليوم يعتبر رسالة لها أهمية كبرى. نعم، وهو نأمل بأن هذا العرض من الكثير من الخطوات الملموسة، الخطوات التي ستعزز التعاون والتنسيق والتعاضد الإلكتروني، وإيجاد إطار لوسيلة لإطار كوسيلة لتحقيق السلام والأمن والازدهار. وحتى يحصل حتى يتحقق ذلك، في المحادثات الصريحة ستكون خطوة مهمة في أنحاء العالم. التعاون الإقليمي يعتبر جزءا لا يمكن التخلي عنه، وأن تكون الكثير من المتطلبات التي تنطوي على التحديات، فالتعاون الإقليمي يعتبر أن ميسرا أساسيا لهذه
هذه المرحلة. وأكثر من ذلك، وكما قال الكثير منكم اليوم، الكثير من التحديات لا تعترف الحدود، مثل على سبيل المثال الكوارث الطبيعية وأيضا الأوبئة والفساد والمناخ وأمن، انعدام الأمن في الطاقة والمياه والأغذية. ومواجهة هذه التحديات يحتاج إلى تنسيق وتعاضد وتنسيق. نحن نحتاج بعضنا بعضا لنكون بأفضل أحوالنا. بصفتي كممثل خاص للعراق، فإنني أدعم دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في أولوياته لوضع العراق كمسرح للحوار والاستثمار. وفي الموجز الذي أقدمه إلى الأمن العام، فإن مركزية العراق للاستقرار الإقليمي لا يمكن أن تقل أهميتها عن التركيز. وبالنسبة للعراق تعتبر نحن يتحتم علينا للمساعدة في تعزيز بيئة تمكينية دعم مستمر، وأيضا بيد ممدودة إلى العراق لمساعدته. وضمن هذا السياق اسمحوا لي أن أشدد على أهمية احترام مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وحسن الجوار وكذلك الأدوات الدبلوماسية. فهذه مسؤولية كل الجميع، حتى في أوقات التوترات العالية أو في مواجهة البواعث القلق الأمنية الوطنية. أصحاب السعادة والعطوفة والمعالي، الأمم المتحدة تأمل من هذا المؤتمر وبناء هذا التعاون قائما، وأن نتطلع قدما إلى الخطوات المستقبلة، وبالتالي نقف دائما لتقديم المساعدة والدعم لكم جميعا. شكرا سعادتك مساعد أمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لفلسطين والقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله ورعاه، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف باسم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الذي لظروف طارئة لم يتمكن من حضور هذا الاجتماع، أن أخاطب جمعكم الموقر في هذا الافتتاح لأعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية. وأود في البداية أن أتوجه بوافر الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على الدعوة الكريمة التي وجهها لنا لحضور هذا الملتقى المهم، تقديراً من جلالته لدور منظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود الاستقرار والتنمية والازدهار في العراق. كما لا يفوتني التعبير عن فائق الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإنه لمن من دواعي الامتنان أن تشارك منظمة التعاون الإسلامي في هذا المؤتمر من أجل العراق وشعبه، فالعراق يحظى بمكانة خاصة في العالم العربي والإسلامي. أود كذلك أن أشيد بمبادرة عقد هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت دقيق يحتاج فيه العراق إلى كل الدعم والمساندة ليتجاوز مختلف التحديات التي يواجهها. ولا يفوتني أن أشيد بدور الجمهورية الفرنسية وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون في هذه المبادرة، وإني إذ أثمن المكانة الخاصة التي تحظى بها جمهورية العراق داخل منظمة التعاون الإسلامي ودورها الريادي في العمل الإسلامي المشترك، وإذ أشيد أيضاً بالعلاقات المميزة بين الأمانة العامة للمنظمة وجمهورية العراق، فإني أؤكد أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ستبقى على أتم الاستعداد للإسهام في كل الجهود والمساعي الخيرة لدعم وحدة العراق وسلامة أراضيه واستباب أمنه واستقراره وإعادة الإعمار وازدهاره ليواصل دوره الريادي
في العالم العربي والإسلامي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة، يقف العراق اليوم بعد أن تمكن بفضل عزيمة شعبه ووحدته من تطهير أرضه من براثن الإرهاب، يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة تعزيز أمنه واستقراره وإعادة البناء والنهوض بالتنمية في كل أراضيه، وبالأخص في المحافظات التي تضررت وتم تحريرها من الإرهاب. والجميع الآن ينظر إلى العراق بوصفه نقطة التقاء لدول المنطقة، فاستقراره وازدهاره يساهمان في استقرار المنطقة وازدهارها. لقد رحبنا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد محمد شياع السوداني ونيلها ثقة البرلمان، وإننا نجدد تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس الوزراء ولحكومته في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها العراق. ونؤكد مجدداً على دعم منظمة التعاون الإسلامي المتواصل والتام لسيادة العراق وأمنه واستقراره وتنميته بما يستجيب لتطلعات شعبه. وندعو دول المنطقة والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة وشركاء العراق والمؤسسات الدولية دعم العراق في جهوده من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في إطار احترام سيادته واختياراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وفي الختام، آمل أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوة لما فيه خير العراق وشعبه وكافة المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدي، وبشكر الجميع. والآن أعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية، وبعد الاستراحة إن شاء الله مش أكثر من 5 دقائق ننتقل إلى الجلسة المغلقة. شكرا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة على شاشة القناة الأولى على شاشة التلفزيون المصري لفعاليات اجتماع بغداد للتعاون والشراكة بالأردن. هذه القمة الكبرى التي تبحث في التعاون والشراكة والحوار مع العراق من خلال عدد من الدول العربية المشاركة في هذه القمة، وبالتأكيد فرنسا أيضا المشاركة والداعمة لهذه القمة، وهذه القمة بمشاركة مصرية مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ألقى كلمة في هذه القمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في هذه القمة أن مصر ستواصل توفير كافة أشكال الدعم للعراق الشقيق، مشددا على أن مصر تثمن غاليا الجهود والتضحيات التي تكبدها الشعب العراقي لمواجهة التحديات، وترفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في هذه القمة خلال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن اليوم، أشاد بمساعي العراق لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار، مشددا على أن مصر ستكون عونا للشعب العراقي وعونا لتطلعاته لكي تصبح دولة العراق إحدى قلاع العروبة، مجددا التزام مصر بمبادئ حسن الجوار. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر يأتي بعد انعقاد الدورة الأولى في بغداد في أغسطس 2021، وذلك لدعم الجهود الوطنية للعراق ودعم حكومة العراق وشعب العراق، وذلك لحفظ استقراره وتعزيز دوره الإقليمي والعربي الفاعل. وأضاف أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اجتماعنا اليوم يتزامن مع تحسن الأوضاع بالعراق، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الدؤوبة التي تسهم في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المستقرة والأمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية وأن أتوجه بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني على مبادرته لاستضافة هذه القمة بالبحر الميت، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى جهوده وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في الحفاظ على دورية انعقاد هذه القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، يلتئم هذا الجمع الكريم للمرة الثانية بعد قمتنا الأولى التي احتضنتها بغداد في أغسطس عام 2021، إن تعهدنا معاً على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعباً في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية ودورها العربي والإقليمي الفاعل. ويأتي اجتماعنا اليوم ونحن نشهد تحسناً ملحوظاً في الأوضاع بالعراق، وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وللشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل. السادة الحضور، إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على التزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها. كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعماً لمساراته نحو الاستقرار، وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا. لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف وولات الصراعات والحروب طويلة الأمد في سياق لم يخل من تدخلات خارجية على نحو أثقل كاهل العراقيين وارتدت آثاره إلى كل شعوب المنطقة. وتثمن مصر غالياً في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلامية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصون وحدة نسيجها الوطني. كما لا يفوتني أن أشد بمساعدة الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد. واسمحوا لي من هذا المنبر أن أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة والتي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر. ففي نجاح العراق نجاح لنا جميعاً. لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أن تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها، تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة وتمكين مؤسساتها من الاطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون والتصدي للقوات الخارجة عنه وصون مقدرات وثروات الشعوب
وهو ما سيوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد. وفي إطار من المصارحة، فإن هذه الأهداف لن تتحقق ما لم يتم إعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وبما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد وتجاوز مفاهيم الطائفية والتشدد والانقسام والأفكار الرجعية التي لا مكان لها في عصرنا الراهن. فالعالم يتسع للجميع، والاختلاف لا يمكن التعاطي معه بالاستمرار في صراعات ممتدة لا غالب فيها ولا مغلوب. وفي هذا السياق يأتي انعقاد قمتنا اليوم لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وفي مقدمتها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والتوقف عن فرض سيادة الأمر الواقع وأهمية العمل على تحقيق المنفعة المشتركة. وتأسيساً على ما تقدم، تؤكد مصر على رفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات، كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر الدول المنطقة. وإيماناً من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء، فقد شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث كأحد أطر العمل العربي المشترك الرامية إلى تحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة، في ضوء ما يربطها من علاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة. وأجدد التأكيد في هذا الخصوص على اعتزامنا المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة الجالي دراستها حالياً في إطار الآلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها. وختاماً أود أن أتوجه بكلمة إلى شعب العراق الشقيق، فأقول يا شعب بلاد الرافدين العظيم، إنني على ثقة تامة في قدرتكم على المضي قدماً صوب مستقبل أخضر الزهاراً متسقاً مع حضارتكم العريقة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الإنسانية. وكل يقين أن ما تتسمون به من تعددية وما تمتلكونه من إمكانيات سيتيح لكم تجاوز أي تحديات مهما بلغت. لقد حققتم الكثير في سبيل استعادة بلادكم، وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير، وستجدون في مصر دائما عونا لكم وسندا لتطلعاتكم وخياراتكم، ليبقى العراق دائما إحدى قلاع العروبة ومن أهم مراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا الكرام، اجتماع بغداد للتعاون والشراكة بالأردن فيه الكثير من التفاصيل والكثير من الكلمات الخاصة بالرؤساء المشاركين في هذه القمة الذي هدفها إعادة إعمار العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا أيضا. معنا من هناك موفد تلفزيون المصري أحمد عبد الصمد يطلعنا على مزيد من الأخبار. معك الكلمة أحمد، تفضل. نعم نهى، كما ذكرت كلمة قمة اقتصادية سياسية أمنية، هذه القمة التي يشارك فيها العديد من الدول، دول جوار العراق. ولكن دعيني أبدأ من حيث انتهى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، حيث أكد على أن مصر ستظل دائما داعمة وسندا للعراق وشعبها، هذا الشعب العريق، ووجه رسالة إلى الشعب العراقي بالاستمرار في استكمال مسيرة النمو والتنمية، مؤكدا أن تعددية الشعب العراقي يعني ما هي إلا تعددية ممكن من خلالها حل أزمات كثيرة متواجدة في العراق. هذه الكلمة التي استهلها الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة بأن التئام هذا الجمع للمرة الثانية يأتي ل الحفاظ على استقرار العراق ودعم دوره التاريخي، وأن انعقاد هذه القمة اليوم يحل اعتزاما على توفير كافة الجهود الداعمة للعراق على المستويين، سواء كان المستوى الجماعي للدول المشاركة في هذه القمة أو على المستوى الثنائي ما بين مصر والعراق. أيضا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على ملفات تمثل تحديات، ولا بد أن يتم العمل المشترك لحل هذه الملفات أو هذه التحديات، مثل الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن الإرهاب أثقل كاهل العراق، ومصر تثمن جهود العراق خلال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب وضحره، ولا بد من إعادة إعمار العراق في الوقت الحالي لتخفيف حدة يعني ما تعرض له العراق خلال السنوات الماضية، وتحقيق نقلة تنموية شاملة، وتوظيف كافة مقدرات الشعب العراقي. وأيضا كان في الكلمات الأخرى رسائل مماثلة للقادة والزعماء بضرورة أن يتم التئام لكل دول الجوار تحديدا، ونتحدث هنا عن تكامل اقتصادي ما بين دول الجوار والدول العربية تحديدا للتصدي للعديد من الملفات، مثل ملف سلاسل إمداد الطاقة تحديدا، وعدد من الملفات التي لابد من التكاتف فيما بين الدول بعضهم البعض لتحقيق تكامل فيها، سواء كان تكامل اقتصادي أو أيضا تكامل أمني. نتحدث عن ملف مثل ملف الصحة، ملف الزراعة، نتحدث أيضا عن الصناعة و التعليم والغاز والنفط بطبيعة الحال، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء العراقي أيضا في كلمته محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي عفوا. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أكد بأن مصر تسعى دائما للالتزام بمبادئ الخاصة بالاستقرار في إرساء دعائم السلم ومؤسسات الدولة تحديدا للحكم الرشيد وإعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وتجاوز مفاهيم التشدد، لأن الانقسام لا وجود له الآن في هذه المرحلة، وأن الوطن يعني يستطيع أن يستوعب جميع الدول المتقاسمة فيما بينهم في هذا الوطن تحديدا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على الالتزام بالعلاقات الثابتة في القانون الدولي، وفي مقدمة هذه المبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وربما هي الدبلوماسية المصرية التي تنتهجها سياسة مصر الخارجية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وإن كان هناك حلول للدول التي بها
عدد من الأزمات والتحديات، لابد أن تكون هذه الحلول هي حلول خارجة من إرادة شعب هذه الدول تحديدا. فإذا تحدثنا عن الأزمة العراقية لابد أن يكون الحوار الوطني العراقي هو سيد الموقف فيها لإنهاء أي تحديات موجودة، ربما هي تحديات كما نعلم تتخطى أيضا حدود العراق الملتهبة. أيضا أكد الرئيس وأشار إلى آلية التعاون الثلاثي المتواجدة ما بين مصر والعراق والأردن، وأكد على عزمه على المضي قدما في تنفيذ هذه المشروعات المشتركة لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث كافة. ربما هذه كانت أبرز يعني ما شملته كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، قمة بغداد للشراكة والتنمية، وربما كانت أيضا قاسم مشترك فيما بين الكلمات الأخرى للزعماء والقادة. تحدث أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إنهاء الأزمات التي تؤرق كل دول المنطقة تحديدا، ودعم التكاتف الموجود، وأن فرنسا تدعم الحل في العراق، ولا بد أن يكون هناك عدم تدخل في شؤون العراق الداخلية، لأن التدخل في شؤون العراق الداخلية ينعكس بطبيعة الحال على باقي دول المنطقة. هذا أبرز ما لدينا الآن في هذه القمة المعلنة التي رفعت جلسة يعني وقائع عملها منذ قليل، ونحن الآن في استراحة ثم قمة أخرى ولكنها أو جلسة أخرى مغلقة، ثم بعد ذلك على جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في الأردن، لقاءات ثنائية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، وأيضا قمة ثلاثية تجمع ما بين القاهرة وبغداد وعمان، نظرا لاتفاقية التعاون المشترك أو مجلس أعمال التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية تحديدا مثل الربط الكهربائي التي قد تتطرق إليها هذه القمة. هذا هو أبرز ما لدي الآن. طيب أحمد، يعني هناك الكثير من الملفات العالقة في هذه القمة، ابتداء من النسخة الأولى في 2021 جاءت هذه القمة ربما لتبحث من خلال حوار دولي عربي إقليمي بمشاركة فرنسية في هذه الملفات العالقة كما ذكرت، وبالتالي أسألك عن طبيعة الأجواء وطبيعة الآمال المعقودة من خلال هذه القمة. بالتأكيد أنت في قلب الحدث ترصد ردود الأفعال، ترصد الآمال المعقودة على مخرجات هذه القمة، ماذا بشأن ذلك؟ نعم، إذا تحدثنا عن الأجواء هنا في البحر الميت حيث مقر انعقاد هذه القمة، قمة بغداد للتعاون والشراكة، فينظر إليها كل من هو معني بالأمر بأن هذه القمة هي قمة يعني بمثابة بارقة أمل لنزع فتيل الأزمات التي تؤرق العراق، والتأكيد على إعادة بناء العراق مرة أخرى، والتأكيد أيضا على مخرجات النسخة الأولى. فهذه القمة تعد امتداد للنسخة الأولى كما تحدثت التي كانت في بغداد أغسطس من العام الماضي تحديدا، والتي كان من أهم مخرجاتها التأكيد على سيادة العراق ودعم أمنه واستقراره. فهذه القمة تأتي مواصلة لهذه المخرجات، وهو ما أكد عليه ملك الأردن الملك عبد الله الثاني في كلمته التي قال فيها نصا: ينعقد هذا المؤتمر اليوم من أجل المصالح المشتركة لخدمة أمن العراق واستقراره، وفرصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر بغداد الأول وتعزيز أمن واستقرار العراق، إيمانا بحاجة المنطقة للاستقرار والسلم والتعاون الإفريقي أو الإقليمي عفوا، وأيضا معالجة قضايا الفقر والبطالة. وربما هذه القضايا التي تحدث عنها يعني بوضوح شديد رئيس الوزراء العراقي، وكانت
من أهم الموضوعات التي تم التطرق أيضا في كلمات سواء كان ملك الأردن أو أيضا رئيس وزراء العراق، التغيرات المناخية التي تلقي بظلالها أيضا على دول الجوار ليست العراق وحدها، ومشكلة البطالة، وكانت أهم المشاكل التي أعلنها رئيس وزراء العراق هي مشكلة ندرة المياه التي تمثل تهديد وجودي للعراق. نعم أحمد، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. كان معنا من الأردن حيث اجتماع بغداد للتعاون والشراكة موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد، شكرا جزيلا لك. وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي والحرص على ضمان أمنه واستقراره. إذن مشاهدينا الكرام، منذ صباح اليوم كنا نتابع مع حضراتكم فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع وقمة بغداد للتعاون والشراكة بالأردن بمشاركة مصرية عربية إقليمية وفرنسية. وكان في هذه القمة كلمة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مباشرة، كلمة تعبر عن دبلوماسية مصر الخارجية وأيضا نوايا مصر تجاه العراق من حيث المشاركة
والحوار والتعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار المنطقة يبدأ من تعزيز دور الدولة الوطنية، وكذلك لا يمكن حل الأزمات دون دعم ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر وتجاوز الطائفية والانقسام. وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في مواجهة التطرف والإرهاب، ومد يد العون للعراق في كافة المجالات لتنهض العراق من جديد ويصبح فاعلا من جديد في المنطقة وفي منطقة الشرق الأوسط. إذن مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.